اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش هنستنى لغايه لما نعمل التحاليل، عندنا سكر زياده، عندنا كوليسترول، عندنا الحاجات اللي احنا بنسمع عنها. خلونا كده في الامان وناخد السكه من قصرها زي ما بيقولوا. يعني ايه يا شيف؟ عندك الثلاجه والمفاتيح في ايدك انت، تقدر تعملي اكله فيها دسامه، رز معمر، في سمنه، في قشطه، فراخه تعملها بزبده بسمنه. قواعدنا في الاكل الصحي واضحه وصريحه. يعني ايه يا شيف؟ يعني بتجيب الاكله ايا كان المطبخ بتاعها او الانتماء ليها، وبنبعد ابحاث علميه عليها، ابحاث علميه من المغازي، بنشوف ايه الدهون اللي موجود فيها، ايه البروتين، ايه النشويات، ايه الكربوهيدرات، ايه الماده الدهنيه وهكذا. النهارده معانا فراخ، وعايزين نعمل النهارده البرجر. البرجر كلنا عارفين استخدامنا للصويا البودر ممكن يكون فيها بروتين زياده شويه، فيها نسبه كوليسترول عاليه شويه. احنا هنعمل النهارده البرجر بالكينوا، ودي فكره جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. ايه هي الكينوا يا مغازي؟ الكينوا دي حبوب محاصيل عادي، بتتحصد زي اي محاصيل، ولكن من القطنيه زي السبانخ او الورقيه وزي الشمندر، بتتجاب وبتتزرع طبعا في امريكا الجنوبيه، ومنها الورق بتاعها الاخضر بيتاكل ولكن غير متوفر هنا. فبنجيب الحبوب بتاعتها بعد ما بتتيبس او تكون موجوده عندنا، بنستخدمها باشكال مختلفه، يا اما بنسلقها بنحطها مع طبق السلطه، يا اما تتاكل كده زي ما هي، او تتحط معها حليب دافي حسب الرغبه. سعرها غالي شويه ولكن الرياضيين بيحبوها لانها غنيه بالالياف والبروتين، وطبعا مفيده جدا، والاحماض الامينيه، مضادات اكسده، زيها زي الشوفان طبعا، ولكن الشوفان شويه سعره في متناول الجميع. معانا النهارده السوفليه من المطبخ الفرنسي. كلنا عارفين السوفليه لازم يكون هش كده وله شخصيته، ولازم تاكليه مجرد ما يطلع من الفرن. هنطبق المقوله دي على بطاطس السوفليه النهارده بالفاهيتا، فكره جديده، فاهيتا من المطبخ المكسيكي وسوفليه من المطبخ الفرنسي، ده لقاء العمالقه جوه طاسه واحده او طبق واحد او بايركس واحد، هندخله الفرن ونشوف شكله في الاخر. معانا عصير النهارده المشمش، واشوفك في المشمش، هنعمله سموز النهارده قبل ما يودعنا، ولكن بالزبادي قليل الدسامه او قليل الدهون شويه، وده موجود في اي سوبر ماركت. النهارده في افكار بسيطه وسهله، وكمان اقدر ان انا احطك على طريق انك تعملي اكل صحي ولكن بدون تكلفه من جوه الثلاجه ومن جوه مطبخك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. بنعمل اكل صحه، بنعمل الاكل اللي نفسنا فيه ولكن بنحط في الاعتبار عندنا افراد الاسره، في الصغير وفي الكبير، والكبير والصغير، ولازم نرضي الجميع. مش جوزك مثلا بيعمل رجيم او ان هو مطلوب منه ينزل 10 كيلو عشان يلبس الدولاب مليان ملابس ومش عايز يشتري ملابس، كلنا كده. انا واحد منكم عايز، شايف الملابس كتيره في الدولاب، فعايز اخس علشان الملابس تتظبط عليا، ده الطبيعي. فاحنا نعمل اكل يناسب الصغيرين والكبار، مش معناته ان انا اعمل اكل يناسب زوجي بس او الكبار في السن بس. النهارده هعمل البرجر، والبرجر ده ممكن ان احنا ناكله عادي خالص، الصغير والكبير. مقاديره على الشاشه صدور فراخ، ده الاساس. معانا ايه؟ مكانها حلو كده زي الفل، ومعانا كينوا، دول الاساس، بصل وتوم، بهاراتنا ملح وفلفل، ونقلل التوابل عشان ما تفتحلناش نفسنا كمان، لان لما التوابل بتكون توابل شائيه في الاكله بتفتح نفسنا ان احنا ناكل كميات كتيره. معانا صدور فراخ خاليه من العظم طبعا، والكنوة غسلناها مرة اتنين تلاتة ونقعناها، وبصل وتوم، والبهارات مع زيت زيتون وكركم. الكركم ليه يا شيف مغازي؟ الكركم مفيد جدا، بينقي الجهاز الهضمي وخاصة الكبد. حلو الكلام؟ حاضر يا ونطلع الخلاط قدام كده ولا ايه؟ اهو 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 ده هينزل تحت كده. اهو حاضر، طب زي الفل. حلو، هنقطع الفراخ بالشكل ده كده اهو زي الفل. الزبادي بنجيب حليب كامل الدسم لو انت عايزاه، ونغلي الحليب ده، وبعد ما نغليه نسيبه على مكان دافي، يكون عندنا خميرة، يعني عندنا علبة زبادي سابقا بنجيبها، ولازم تشوف تاريخ صلاحيتها ولازم تكون صالحة كويس. بتاخديها بتقلبيها مع الحليب المغلي، مع شوية ملح زي انت حبة، من غير ملح زي ما انت حبة. عايزه تعمليه بالفراوله، هتسلقي فراوله او تحطي فراوله مشمش،
وهكذا لو انت عايزاه بالفواكه، وبعدين بتحطيه في كاسات اذا مع فواكه او خلافه، وبتحطيه في طبعا فرن دافئ شويه، يعني احنا ولعنا الفرن بعد ما ولعناه طفيناه كده وبقى جاهز عندنا، ونسيبه ساعه زمن بيطلع معاك الزبادي زي الفل. ادي الكنوه بتاعتنا بدل حبوب الصويا اهي زي الفل. في منها على فكره لون غامق شويه ولون فاتح شويه، في مخلوط كده. انا حطيت الكنوه مع صدور الفراخ المتقطعه، حلو الكلام. معانا بصله مفرومه ناعم، هننزل بيها في قلب الخلاط كده اهو. حلو اهو، حلو اهو. سؤال وجيه جدا، ينفع نستبدل اللحمه بدل الفراخ؟ ينفع، بس انا بقدر الامكان ليه حبيت الفراخ؟ عشان صدور الفراخ بريئه شويه، ما فيهاش نسبه دهون عاليه زي اللحمه. عود روزماري حلو كده، باخد اقطفه كده. ده بالنسبه للبرجر. ايه كمان يا عم الشيف؟ هنحط شويه زعتر حلوين، حلو. والبهارات بتاعتنا، مش هحط بهارات كتيره عشان مش عايز كمان الجهاز الهضمي او الكولون في البهارات بتزعجه، يعني بلاش الشطه مثلا، نحط شويه فلفل، شويه ملح صغيرين اهو زي الفل. الكركم اساسي معايا، انا حبه طبعا في الاكل الدايت او بنعمل اكل هيلسي، لان الكركم له دور كبير جدا على فكره. ونصيحه مني، اللي عنده كوليسترول زياده، عنده دهون على الكبد، يكسر من استخدام الكركم. انا عايز اشغل الخلاط بعد اذن حضراتكم اهو كده. زي الفل، اعتذر. احنا خلطناهم اول مره كده، بنقلبهم كده، ده الطبيعي في الخلاط، عشان نجيب اللي تحت فوق، لان انا عايزها تتفرم كلها مع بعضيها. شايفين النعومه دي كده اهي. المخرج بيقول انت حطيت ايه والخلاط شغال؟ حطيت ورقتين نعناع اخضر، للامانه حطيت معلقتين زبادي، ودي مش مكتوبه في المقادير، بس وجود الزبادي هنا بيخلي لك البرجر طري، يعني ممكن تعمليها وممكن تضيفيها وممكن ما تضيفهاش. الحاجات اللي انا بقولها ديت دي خارج عن النص كده، زي طبعا في المسرحيات الكبيره والشهيره للاستاذ النجم الكبير العملاق الاستاذ عادل امام، ربنا يديله الصحه. المسرحيه بتبقى حلوه لما يخرج عن النص، انا كمان لما بخرج عن النص بحس بالاستمتاع، بفرد عضلاتي من الخبره الطهويه. شغل الخلاط مع بعض كده. انا اسف للازعاج كمان مره. اشيل الخلاط كده خلاص، واحنا بنشغله يعني فين وفين، بس لازم طبعا خلاط، عجان، الحاجات دي كلها. نشيل الخلاط ده من هنا، نوسع لنفسنا كده. وايه اللي معاك ده يا شيف؟ اتفرجوا بقى، بصوا كده الحلاوه دي. ادي الفراخ البرجر بتاعنا، شايفين القوام ده اهو. زي الفل. ده البرجر بالكنوه. ايه هي الكنوه يا شيف مغازي؟ دي محاصيل زراعية بتتزرع عادي، حبوب يعني، مش بتتصنع زي المكرونة عشان نبقوا فاهمين صح. زي الشمندر، بذور الشمندر، بذور السبانخ، ورقية منها الورق بتاعها بيتاكل يعني، بس ده طبعا مش متوفر موجود. ده مصدرها أمريكا الجنوبية، هي موجودة دلوقتي بتتزرع يعني، متوفرة في السوبر ماركات الكبيرة، بيستخدموها الرياضيين. مش بقول لك جيبيها على طول يعني. طب ايه البديل لها يا مغازي؟ حلو قوي السؤال ده، حد سألني يعني. طب تسمحوا لي حد يسألني عشان أجاوب كده بنفس راضية؟ الله، حاضر، ماشي يا عم شافين. بيقول لي اعتذرني سألتك، إيه البديل ليها؟ دي سعرها غالي، إيه البديل ليها؟ عندنا البرغل نوعين في السوق. البرغل نوعين في السوق. برغل
اسمر وبرغل ابيض اللي بنستخدمه للكبيبه كلنا عارفينه. الابيض ده بيستخدم في الكبيبه في التبوله، بيتاكل ني مفيش مشكله. في منه الاسود، ممكن نجيب البرغل الاسود ده يتغسل مره 2-3 وننقعه في شويه ميه عادي، ميه بارده عاديه مش ميه سخنه عشان ما يبقاش معانا العجينه بتاعته، ونسيبه لمده ساعه زمن كاننا نستخدمه للتبوله. ده بديل للكنوة، حلو قوي مفيش اي مشكله. طب مش عايز برغل خالص، يبقى فراخ وبصل وخضره بس كده وخلاص، ويبقى برده برجر من غير اي حاجه او من غير برغل او من غير كنوة. انا العجينه عندي زي الفل اهيت، ابدا اشكل بقى شرايح او دواير البرجر مع بعض، ومعايا طاسه على النار بتسخن. طبعا هنحمر البرجر بيه يا عم الشيف، الطبيعي ان احنا نحمر البرجر ده بماده دهنيه من زيت الزيتون. اللهم صل على النبي. لما اجي اشتغل لازم طبعا اجيب شويه ميه كده بوله عشان نعمل اقراص البرجر. سهله كده، ولادك اكلوا نفسهم فيه. طبعا بتكون رؤياه ما بتكونش سميكه علشان ما تاخدش وقت كتير في السوى. حطها على ورقه الزبده دي كده. ممكن على فكره تعمليها وتخزنيها، تحطها في الثلاجه في الديب فريزر يعني، ولازم التبريد يكون عالي، درجه التبريد 20 تحت الصفر. انصحك لما تخزني لحوم مصنعه، فراخ مصنعة، أسماك مصنعة، لازم درجة التبريد يا أختي يا أمي تكون درجة التبريد 20 تحت الصفر. لازم نجيبها ونقطعها كويس كده. والكبدة المغذي دايما يقول تتغسل قبل التقطيع، ما تتغسلش بعد التقطيع، وهي سليمة كده. ومش لازم تتغسل، بتجيب شاشة نبل لها مية ساعة ونمسحها كده من الخارج، ونقطعها بسكينة حامية، ونجيب شوية توم حلوين، شوية كمون، قرن فلفل حار حلو، ونحمرها في طاسه شديده الحراره، وبعدين نحطها بقى في سندوتشات ناكلها كده مع طبق تبوله، تبقى لطيفه وحلوه. شايفين البرجر على الشاشه؟ ايه الجمال والحلاوه ده؟ الكركم هنا سيد الموقف، اللون الحلو الجميل الجميل للون البرتقالي ده مفيد جدا الكركم يا اخوانا، في الفراخ في الطيور بالذات في الاسماك، بينقي الكبد وصديق الكبد. البرجر ده عشان نحمره لازم تكون عندك طاسة شديدة الحرارة، مادة دهنية، معلقة زيت صغيرة، وهنحمر البرجر ده. ممكن نحمر دلوقتي وممكن نطلع فاصل، بس لازم. حاضر يا فندم، هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف أسرار عمل السوفليه من المطبخ الفرنسي وبيجمعه المطبخ المكسيكي، الاتنين أبطال بيجمعهم حلة واحدة. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف الطبيعي، بحمر شويه برجر حلوين. لازم الطاسه تكون عندك سخنه، بتحمري برجر، بتشوي حته لحمه مشويه، ايا كان لازم درجه حراره الطاسه اللي بتشوي فيها علشان نعمل عمليه صدمه او قفل المسام بتاعه المشوي، يوم نحتفظ بالجوسي او بالعصير او بالميه او بالسائل اللي جوه حته اللحمه. نفس القصه مع البرجر، هنخليها على النار كده نقلبه. حاضر يا فندم، نبص عليه كده ونشوف اخباره ايه. واحنا مع بعض كده، المخرج عايز يشوف واحده استوت. ايه الجمال والحلاوه دي، اخبار النار ايه اهو. طبعا ده ما يتقلبش الا لما يتحمر شويه كده، خلي بالك. حلو قوي. اللي في النص دي اخبار ايه؟ بص عليها كده اهي زي الفل. تمام تمام، هنسيبهم على النار كده ونشوف هنعمل ايه مع السوفليه. مقادير السوفليه على الشاشه: بطاطس، خضار مشكل من الجزر والفلفل الالوان والبصل، الفلفل الحار، روزماري، زعتر، الحاجات دي كلها، توم. المقادير على الشاشه، ممكن نشوف مقادير سوفليه البطاطس او الفاهيته مع بعض. الفاهيته سوفليه بالبطاطس، والفكره جت منين يا مغازي؟ احنا كلنا عارفين السوفليه ده لحمه او فراخ يعني بتتحشر البطاطس المسلوقه او المهروسه. المقادير على الشاشه: معانا بطاطس مهروسه ومسلوقه ولازم تتسلي بالقشره بتاعتها، وشرايح من البصل والفلفله الملونه وبصل وتوم ده اساسي، وخضره
وتلات بيضات في المقادير علشان نعملهم المارينج او نعملهم سوفليه. الطاسه بتاعتي على النار، البرجر بيستوي، هنشوف ازاي نعمل مع بعض السوفليه بتاعنا. ايه قصه السوفليه بقى؟ نعم عيني حاضر. ايه قصه السوفليه بقى عشان نبقوا عارفين؟ السوفليه ده اخواننا الفرنسويين شطار في عمايله، بيفطروا بيه الصبح، يتغدوا بيه عادي. فكرته ان بنعمل الاساس بتاعه اللي هو عباره عن وايت صوص، اللي هو معلقتين من الدقيق بيتحمروا في معلقتين من الزبده، وبياخدوا شويه حليب وبيبقى ده الاساس. عايزين نعمله بالليمون، بنحط بشره ليمون وعصير ليمون ويتخفق جامد، ونديله بياض بيض هش. نيجي ياخد بياض البيض ده اللي معانا ده كده، بيتفصل الصفار عن البياض ويبقى ماده رغويه هشاشه، وبنخلطه بالوايت صوص المخلوط بالعصير الليمون او ببشره الليمون. ده يسمى هنا سوفلي الليمون. طب عايزينه بالتفاح، نضيف للوايت صوص اللي هو عباره عن دقيق وزبده وحليب، بنضيف له تفاح مبشور مع عصير تفاح، ويبقى هنا سوفلي بالتفاح. طب عايزينه بالمشمش، نفس الطريقه، معلقتين دقيق، معلقتين زبده، شويه حليب، عطينا الفليفر بتاعنا. دي كلها حلويات سوفليات، وناخد المشمش ده نضرب في الخلاط، نخلطه مع بياض البيض وبقى سوفليه المشمش، وهكذا عشان نفهم ايه قصه السوفليه. البرجر بيستوي يا فريده واحنا شغالين في السوفليه بتاعنا. البيكاتا تشيكن او البيكاتا فيش او البيكاتا بيف هي شريحه لحمه بتتبل بدون اي ماده دهنيه، بتخش على معلقتين من الدقيق، معلقه نشا عشان تديها كريسب شويه وقوام، وبعد كده بنحمرها في الطاسه. الطاسه اللي حمرنا فيها شريحه اللحمه او الفراخ او السمك هي نفس الطاسه اللي بنحط فيها معلقتين دقيق تاني مع شويه حليب وشويه كريمه لباني، معلقه من المستردة. كده حصلنا جيدا على صوص الكريمه. عايزاها بالمشروم بنحط مشروم، عايزاها بالكبري بنحط كبري. كبري ايه هو يا شيف؟ اللي هي بذور الخيار المتخلله، ودي بلاش منها، مش متوفره كتير في السوبر ماركات العاديه. هناخد الفلفل بالشكل ده كده، التقطيعه دي حلوه اهي. المخرج بيقول لي ليه مش حاطط الفلفل على الناحيه الثانيه؟ حلو، سؤال وجيه جدا يعني. ما هو بقى ايه مخرج بقى وعايز ايه يعني يشوف الايه التركات الصغيره والتفاصيل ديت. انا دايما لما تيجي تقطعي طماطم، والله العظيم يا اخوانا انا بكلمكم من قلبي وما بسيبش ثغره في حاجه بعملها الا لما افيدك بيها، بس وانا بشرح كده التقطيعه دي خلي بالك. اهو ادي فلفل اهو، لما اجي اقطع الفلفل ده كده بالشكل ده كده، انت ما تستهونيش بالقشره او بالغلاف بتاع الفلفل من بره، دي السكينه الحاده بتبردها بسرعه وبتبقى صار. جيبوا لي هنا يا شباب اهو، انا بس بشرح هنا موضوع. طيب حاضر، طيب حاضر يا فندم، طيب حاضر. انا عايز بس اوضح حاجه مهمه جدا. السكينه هنا مع الغلاف الخارجي للفلفل او السطح الخارجي للفلفل بتكون حاده شويه، ما بتاخدش السرعه، فانا هنا بسهل موضوع التقطيع. كذلك الطماطم القشره الخارجيه برضو بتبقى صعبه شويه، فلما بقلبها كده بتبقى سريعه التقطيع، وهنا السكينه بتاعتي بتبقى دايما حاميه. بس بشرح التفاصيل الصغيره دي كده اهو، وبتبقى امان كمان لانها طبعا بتبقى على الناحيه الناعمه، ايديا ممكن ان هي ما تثبتش على حبات الفلفل واجرح صباعي لو انا ما عنديش خبره في مسك السكينه والتقطيع. انا بشرح الظروف الصغيره دي كده لان كل ام بتتابعني دلوقتي بتبقى عايزه طبعا توري مهاراتها وتقف في المطبخ كده تعمل حاجه حلوه. هنبدا ان احنا نحمر الفاهيته بتاعتنا اللي هي عباره عن خضره متقطعه ومعانا توم. حلو الكلام. طبعا مهم جدا التفاصيل الصغيره اللي بقولها دي، دي بتساعدك انك انت تبقى في المطبخ كده ايه، حاسه انك بتعملي حاجه حلوه. ادي البصل بالشكل ده كده، حلو، وادي الفلفل. طبعا الخضره دي كده نحطها على النار، وهنقلب البرجر دلوقتي عشان مخرجنا يجيبه اهو. نغطي الطاسة عينية اهو اهو، والخضرة بتاعتي اهي زي الفل. ده ورق ريحان اخضر حلو، ونقلب كل الخضار ده مع بعضه زي الفل. طب انا عايز الخضار ده يستوي بسرعة يا شيف مغازة، اعمل ايه؟ الطبيعي بتغطي الحلة او الطاسة اللي بتحمري فيها اهي. طب الخضرة دي هتروح على فين؟ دي الفاهيتة بقى، من غير لا لحمة ولا فراخ، عينية امان زي الفل. الخضرة دي بعد ما تتحمر كده وتتشوح
هتخش ما بين طبقتين من السوفليه. ايه هو السوفليه النهارده؟ بطاطس، اللي هو الخضار ممكن يتعمل سوفليه. طبعا اشهر انواع السوفليه في المطبخ الفرنسي سوفليه السبانخ. حلو الكلام. هنغطي الطاسه دي كده زي الفل. بيتعمل ازاي سوفليه السبانخ؟ نفس الطريقه، بنجيب السبانخ نضربها بوريه في قلب الخلاط. لا اتفرج على البرجر ده وقول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. البرجر النهارده معمول بالكينوا. اه ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف، وماسكه نفسها ولها شخصيتها. اه اه زي الفل. هسيبهم برضه، انا مهدي النار على فكره، خلوا بالكم. انا اول بس حاجه حطيتها في نار شديده وبعدين هديت النار علشان احتفظ بالسائل اللي موجود جوه حته اللحمه او حته الفراخ المفرومه. حلو الكلام كده. الفاهيته شغاله، نشوف اخبار البطاطس السوفليه بتاعتنا، ولكن ده ما يمنعش مطبخك نضيف اول باول. اه وانا شغال كده علشان تبقى نفسك مفتوحه انك تقف كتير في المطبخ. هنشوف السوفليه اخباره ايه. اللهم صل على النبي. نجيب بوله كبيره زي دي كده، معانا البطاطس اهيت، نتاكد ان هي مهروسه كويس. ودايما البطاطس علشان نستفيد بالكربوهيدرات اللي موجوده فيها سواء بنعمل اكل رجيم او خلافه، لازم تسلويها بالقشره بتاعتها يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، يا بنوتي الحلوه، علشان تستفيدي بالقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. خلاص احنا وصلنا دلوقتي في تكنولوجيا، في تطوير، في ابداع في المطبخ. لازم البطاطس تتسلق بالقشره. كانوا زمان نشوف امهاتنا كانت تعمل كده، تقشر البطاطس تقطعها مكعبات تسلقها، تحط عليها شويه الحليب وشويه السمنه. بس كانت السمنه زمان تعوضنا عن كل حاجه. انت تسلقي البطاطس بالقشره بتاعتها، وبعد ما تسلقيها سيبيها لما تبرد وتشيلي القشره علشان ما نفقدش السائل او الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في البطاطس. كل ده كده البطاطس بتاعتنا زي الفل. طيب فعلا الروزماري، الريحان، الزعتر، بنبقى فاطرين فول واكلين كشري، الحاجات الحلوه دي، فالمعده هنا بتتعطر زي ما بنعطر الصالون بتاعنا لما بيكون جاي لنا ضيوف. ده الطبيعي يعني. نعناع اخضر لطيف، زي ما بنشرب كده ورقتين نعناع اخضر مع كوبايه الشاي، يبقى طعم النعناع في بقنا. عندنا البرجر بتاعنا جاهز، نشيله من النار علشان نبدا ان احنا نشوفه مع بعض في طبق واحد كده زي الفل. اللهم صل على النبي. ممكن على فكره نقدم مع البرجر ده عندنا عيش برجر، ده موجود زي ما انت عايزه، او ممكن انك انت كمان تقدميه زي ما هو من غير اي خبز عادي خالص زي الفل كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو اللهم صل على. حاضر يا غالي. مخرج بيقول لي اقطع لي واحده كده نصين. لا اله الا الله، اريك يا باشا، ده سنين العمر معاك اريك. اه عايز اشوف واحد، هتعالك على الطاسه والله. اهي اهي في الطاسه اهي زي الفل اهي. تبص عليها، انا اعمل لك حركه بقى، اعمل لك حركه جامده قوي. الحركه دي لك انت بس يا شفيق. استاذ احمد عوض موسى عليك. اه البرجر، اه نعم يا فندم، نعم حاضر. عينيا. حلوه الحركه دي. دي بقى بتعمل ايه يا شيف؟ توصيه بقى، وصايه. واخد بقشيش. واخد بقشيش. في حاجه بلاحظها كده في بعض المطاعم يعني، والظاهرة دي بصراحة في كل الدنيا بقى، أنا سافرت العالم كله عشان بس بقى. يعني دي بتبقى حاجة حلوة كده، بتبقى إيه؟ تفريحة قلب. شفت إزاي؟ بص بص عليها كده، صلى على الحبيب قلبك يطيب بالله عليك. شفت إزاي؟ إيه الجمال والحلاوة دي؟ أنا عارف إنك هتجيبها من كل الزوايا. فرسان التلفزيون المصري أهو، هنحطها كده زي الفل فوق. زي الفل. ده البرجر بتاعنا اللطيف الحلو زي الفل. تمام، هنشيل الطاسة دي من النار علشان في سخونه هنا ونبدا نوسع. طبعا لو مش بعمل دايت للامانه اقول لكم على فكره، لو مش بعمل اكل صحي كنت هعمل تركايه هنا، بس مش هعملها للامانه. ايه هي يا مغازي؟ لان النهارده الاكل الصحي، شفتوا الجوس اللي نزل معايا ده كده؟ بس بلاش ازعل، كنت هحطه على الخضار بتاع الفاهيتا. احطه وتسامحوني ولا ايه؟ صعبان عليا اسيبه بصراحه، ده بهريز. بس انت ممكن ما تعملهاش يعني. حلو الكلام اهو، هننزل بوم هنا كده اهو زي الفل. ده المطبخ، ده المطبخ اهو، ما خسرناش حاجة. زي الفل. هنقلب دول كده مع بعض
ما انا بعمل الحاجه وبستاذنكم، ممكن ومش ممكن. نقلب كده، ايه الدنيا؟ اهو اهو شفت الخضره الحلوه دي كده اهو. كله منتظر دلوقتي السفليه يتعمل ازاي. ده فلفل ملون مع بصل، البهارات بتاعتنا شويه ملح شويه فلفل صغيرين، شايفين الشقاوة؟ طبعا طبعا. ولو بعدين الاكل برضو مهما كان يعني برضو بنعمل دايت، بس لا احنا لو احنا من البدايه خالص ماشيين يوم في الاسبوع، مش هنستنى لما وزننا تزيد بقى ويبقى عندنا ايه مشاكل صحيه. ايه شويه زعتر حلوين كده اهو زي الفل، شويه الملح التمام. برضو تاني بكرر اليوم الاكل الصحي عشان حبايبنا اللي بيتابعونا، احنا مش بنعمل رجيم قاسي او اكل دايت قاسي زي مثلا دكاتره التغذيه نخبط على عليهم مثلا وندفع الفيزا مبلغ وقدره. يا نعم يا فندم، حطيت شويه ملح وشويه فلفل وشويه زعتر وبس. لان الفلفل الالوان هنا لها طعمها الخاص والمذاق الخاص، فانا مش عايز اسرق الطعم منه. هناخد الخضار ده كده بعد تشغيله ونخليه جنبنا هنا زي الفل، تمام. ونكمل موضوع السفليه. البياض يتخفق جيدا كده يديني الماده الرغويه بتاعته. سريعا سريعا اهو، ممكن في خلاط ممكن بايدك عادي بمضرب اهو، الماده الهشه بتاعته دي الاساس السفليه، سواء سفليه سبانخ سواء سفليه ليمون سفليه بطاطس سفليه تفاح زي ما انت حابب. دي الاساس. اديني ماده هشاشيه قوامها لها غلاظه شويه كده، كانك بتعملي احنا عارفين كلنا السبونش بتاع الكيكه او التورته اللي بنعمله اهو بالشكل ده كده اهو، الكيكه الاسفنجيه اهو اهو. حلو الكلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام اهو اهو. بس خلاص شايفين القوام اهو اهو اهو، ده السفليه اهو. نعم يا فندم اهو زي الفل. هناخد بعدين نطلع فاصل. طب بس قبل الفاصل تركيزه صغيره كده عشان حبايبي اللي بيتابعوني، عشان السفليه الحلو ده كده نبص عليه ونشوف الدنيا. اللهم صل على النبي. بنعمل ايه يا شيف؟ بتجيب كسرولة حلوه زي دي كده اهو. هطلع فاصل دلوقتي حالا. عند البطاطس هنا بريئه وزي الفل، انا سليها طبعا بشويه ملح لطاف وحلوين. بعمل ايه؟ باخد بياض البيض اهو واقلب ده كده بمعلقه. اللهم صل على النبي اهو. واخد نص الكميه دي يا عم الشيف احطها في قلب الصينيه دي كده اهو، واحط الخضره اللي انا قطعتها دي من شويه وفي قلب الطاسه عندي جاهزه اهو. ده سفليه السبانخ من غير لا لحمه ولا فراخ اهو. بسرعه كده الخضره معايا اهيت اهي، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها اهو. دي السفليه بتاعنا اللي هي الفاهيتا، ونفرشهم كده اهو، نفرتها اهي اهي اهي. بقيه المقادير بتاعتنا مخلوطه ببياض البيض بنحطها كده. اللهم صل على النبي اهو. ده السفليه بتاعنا لطيف وجميل. تعالوا نبحث الاكله دي فيها بروتين، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها نشويات، فيها فيتامين سي، فيها فيتامين سي، فيها كربوهيدرات، فيها كربوهيدرات، فيها سكريات، فيها سكريات، كل ده موجود في الطبق ده اهو. ده مطبخ مكسيكي مع مطبخ طلياني، الاثنين في ملعب واحد على شاشه القناه الاولى اهو. على فين يا عم الشيف؟ درجه حراره الفرن عندي 180، هندخلهم الفرن مع بعض. وخلونا اطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي العين بتاكل، والبرزنتيشن او شكل الطبق بيلعب دور مهم جدا في جذب الضيوف على السفره، والاطفال الحلوين اللي متعودين ياكلوا برجر من بره، ياكلوا الحاجات الفاست فود من بره، السندوتشات من بره، الحاجات دي كلها. وعندنا اولاد وعارفين الكلام ده، مهما نعمل يا ماما عايزه شاورما، عايزه شاورما، عايز شاورما من بره. ولكن لما يدوق البرجر اللي احنا عاملينه ده كده، ونقدم معاه البصل طماطم، الشكل اللطيف الحلو لحضراتكم معانا عيش اهو زي الفل، خبز زيت برجر زي الفل اللي جايبينه برضو علشان ناخد جو السندوتشات. اللهم صل على النبي. لازم العيش طبعا البرجر او اي عيش يتقطع بسكينه منشار اهو زي الفل. طبق فيه كل حاجه. عايز نقدم معاه كاتشب هنقدم، مايونيز نقدم. هنعمل دلوقتي مع بعض عصير
اشوفك في المشمش، عباره عن مشمش تلج سموزي سكر زبادي. والموضوع النهارده الزبادي الرجيم او الزبادي الدايت هيكون اساسي في العصير بتاعنا، ودي حاجه حلوه في السموزي بالذات. وكمان ممكن نحط شويه فانيليا زي احنا حابين حسب الرغبه. حلو الكلام؟ اه. تعالوا نعمله مع بعض. مقاديره على الشاشه شفناه زي الفل هنا، ونشتغل مع بعض زي ما هو مكانه اهو. عينيا المقادير على الشاشه. مشمش نشيل النوى منه، خلي بالك ده مهم جدا، وتحط في الاعتبار اوعى تنسي نوايه واحده، مش علشان ان احنا يحصل لنا، عشان هتكسر لك الخلاط وبعدين نزعل من بعض ونقول للشيف المغازي حطه بالنوى بتاعه. ادي المش نشيل نشتغل مع بعض يلا. اهو السكر اهو زي الفل. واذا كان المشمش مستوي زياده شويه قللي من السكر، لان كل ما المشمش استوى كل ما بقت الايه الحلاوه فيه زياده. ربنا يحل ما بين ايدك يا رب. نعم يا فندم. اه الزبادي طبعا رجيم هنا دايت، بيتجاب من اي سوبر ماركت بيتجاب دايت. زي الفل. ممكن على فكره بدل السكر تحط عسل، ما تحطيش خالص. يعني انا بصراحه لو هشرب العصير ده مش هحط لا عسل ولا سكر، اكتفي بالسكريات اللي موجوده في المشمش. حاضر. عينيا السفليه لسه تبص عليه. ايه رايك تبص عليه كده؟ ايه ده، اخطف الكاميرا كده من على المشمش والحلاوه دي على السفليه. ايه الجمال. كسرولة ازاز بتجمع ما بين دولتين، المكسيك وايطاليا. حلو الكلام. هنا اهو زي الفل في الفرن معانا، ولكن بخفه دم مصريه. السفليه من المطبخ الفرنسي، وعندنا المكسيك طبعا الفاهيتا. كل دول هيضربوا في الخلاط مع بعض. فين التلج يا شيف؟ اهو. يعني لا، ما الخلاط ده انا جايبه للسموزي، بيقول لي الخلاط ممكن يتكسر كده. لا يا شفيق ما تزعلش. دايما لما بنعمل السموزي بتاعنا نحط في الاعتبار ايه المشكله. لو انت عندك حماتك، عندك ماما، ضيوف عندك، نسالهم والله حابين نحط سكر، حابين نزود بالزبادي. ممكن واحد مثلا يقول لك انا مش عايز اشرب السموزي بالزبادي. الله عليك يا استاذ رحاب، ممكن بالبطيخ، بس خلي بالك لازم تشيلي البذر من البطيخ. ايه الحلاوه دي يا صبابين العصير؟ زيدوا حالاته. هو المشمش كده كده حلو ومسكر، مشمش البلدي بتاعنا بالذات. زي الفل. حاضر يا فندم. صب العصير، بس خلونا نطلع السفليه الاول بصراحه. يعني ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الجمال والحلاوه دي. سفليه سفليه البطاطس بالفاهيتا. اللهم صل على النبي. طبعا وجود بياض البيض هنا مع البطاطس بيديها شخصيه عاليه جدا، بيديها هشاشيه. شايفين الحلاوه؟ نقطع منها كده وناكل بألف انا وشفا. ده سوفليه الفاهيتا بالبطاطس. حلقتنا النهارده اعتقد ان هي بسيطه وسهله، وزي ما قلت في بدايه الحلقه قبل ما تفكري تعملي اكل، الاول تعملي عمليه جرد، عمليه بحث جوه الثلاجه بتاعتك. ادرجي الثلاجه افتحيها، تأني في المشتريات بتاعتك علشان ما تجيبيش حاجة وتحط حاجة على حاجة في قلب التلاجة. وبعدين تقدر تقرري المنيو بتاعك ايه، او الغداء بتاعك ايه النهاردة. حلو الكلام. النهاردة الاكل صحي بقدر الامكان، قدرنا نهرب من الدهون والحاجات اللي بتأدي للدسامة والوزن الزيادة. بطاطس سوفليه استخدمنا ليها بياض بيض امن، يعني بروتين برضو حيواني، كربوهيدرات موجودة في البطاطس، نشويات، الخضرة بتاعتنا اللطيفة اللي شكلها يفتح النفس، البرجر اللي على الشاشة الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، فيها كل حاجة الطماطم والبصل. ولكن كان الجديد، وطبعا دايما على شاشة القناة الأولى دايما عندنا الجديد وعندنا الإبداع والرؤية حتى في التفاصيل الصغيرة. الكنوة استخدمنا ليها برجر النهاردة ده جديد،
وقدرنا نعمله بطريقة جديدة ونقدم معها برضو شرايح البصل والطماطم لأولادنا مع الخبز اللي هم بيحبوه. هشوفك في المشمش، عصير المشمش النهاردة، أو السموزي بالزبادي قليل الدسامة، أو الدايت اللي موجود في السوبر ماركت وده موجود بأسماء مختلفة. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.